السلام عليكم. السلام عليكم. بس خير. مازال شوكولا مازال. لا منتوشنا كيفاش تمام كيفاش واش شتو سخانه كاين لي كوتي سخانه اي حاجه ومن بعد لي كوتي الاخرين دي طارديف اي حتىهم شتا لازيز لازيز هذا منتوج موسم هذا عنده لابيل تاعو تاع بني معوشه ولكن الجوده كاينه الكميه مازال ما وصلتش للمستوى وعلى هذيك راه عندكم مشاريع تاع تدعيم فلاحيه سي دي بروجي دينيسياسيون لوكال لا دينيسياتيف لوكال باش تدعموا في البيريمتر تاع لو لابيل لانديكاسيون لازم الشباب اللي راهم ثم يعاودوا يغرسوا ويغرسوا لا فاريتي هذه روبوازمون روبوازمون انا جامي دو روبوازمون نو نو فزالي روبوازي وان شاء الله في خلال هذا البرنامج تاع الحكومه تاع التشجير فزالي افوار ان بروغرام سبيسيال تاع لافيك تاع بني معوش مع لي بيبينير تاعكم مع لي طاف اون فا فير ان بروغرام سبيسيال اسمح لي مسيو المينيس تفضل كيسيون دو بيبينير سي ان بوان وي سي لا باز فوز اوري ان بروبليم افيك باسكو مي قبلكش اينوتر فاريتي تاع اينوتر ريجيون حنا ينوضوا من تحت شرق الماء هذيك هي ستيم بيبينير ديجا يعاود يحول منها روبوازي يقول لك اعطيني كارت ينقل منها لازم تاعو وي ندرسوها بكاي تشارج وباش نحافظوا على الجوده والانديكاسيون جيوغرافيك باسكو هذا هو دوك لاكسيون دوك عندكم لا ريبيتاسيون كاين 11 كومي عندكم 11 منها وعندكم 10 من هي 11 كومي رقم 11 في بجايه و10 راهم في سطيف فهمت دونك لو دوسي هذا يفو ترافاي سو لا دوك لو فوليوم لو فوليوم والسوق الاوروبيه راك داخل فيها مازال داخل فيها اي بلد تخبيه هو اكسبورتي هذا يروح انت اللي تنسق لنا مع الغرفه نسق لنا مع غرفه التجاره في بسكرات فريها مع مدير التجاره هنايا تفريها عندك قال لي لي انسترومون كلش ها هو هنا المدير شوف كي تطرح مشكل كيما هكذا تشوفوا كيف الاخر ديروا المشكل لا ريداكسيون تاع لا روكيت تاعكم اروحوا للوزاره اون انسير اون اكتيفيتي باسكو سون ريجيستروم سي بو با On insère l'activité du registre pour le code, qui maintenant pour les entrepreneurs, qui maintenant pour les start-up. Les start-up ont des activités pour le code donc maintenant. C'est clair. Donc il y a des choses tranquillement. Tout le monde, la même chose les artisans. Mais je vais vous dire que le black art, ça vous l'a revenu. Mais pour l'exportation, il vous faut un code pour l'activité. Mais ça, il y a des cadeaux d'exportation.